بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي الرسول الكريم. أيها المشاهد الكريم، نرحب فيك بطلة جديدة من برنامجك أنت كما تريد. قبل البداية لابد أن أقول كل عام وجميع طلابنا بخير. هناك طلبات كثيرة على الفيسبوك بأن تكون هذه الحلقة خاصة بالامتحانات وكيف نتعامل مع هذه الامتحانات، ونحن نقول لجميع طلابنا بأن هناك 6 حلقات تقريبا برنامج أنت كما تريد قدمها لأحبائنا الطلاب. بإمكانهم رجوع على صفحة البرنامج وعلى اليوتيوب يكتبوا مجموعة عناوين، منها القراءة السريعة، تقوية الذاكرة، الأسرار 7 للتفوق الدراسي، وغيرها من الحلقات الخاصة بالامتحانات. وأيضا غدا إن شاء الله عن طريق إذاعة سلطنة عمان البرنامج العام في ملتقى التربية حلقة سأكون ضيف فيها إن شاء الله، وأيضا حلقة خاصة بعنوان كيف تروض الامتحانات. بإمكانكم تابعوها، وجميع الطلاب كل أمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق. محمود الريامي ومحمد الحداد وداود الريامي وجميع طاقم هذا البرنامج يحييكم في البداية، ويتمنى لكم إن شاء الله حلقة ممتعة ومفيدة بإذنه تعالى. اليوم لفتة جميلة جدا لشريحة أجمل وأروع في هذا المجتمع. اليوم نقف وقفة إبداعية ولكن مع مبدعين من نوع خاص ونوع آخر، فقدوا البصر ولكن يمتلكوا البصيرة فأناروا دروب الإبداع، استأنسوا بها، فأراد برنامجكم أن يستأنس بهم اليوم ويعطوني أنا شخصيا دافع وحافز في هذه الحياة، وأيضا سيقدم لكم دافع وحافز دسم جدا في حلقة اليوم. هناك عمالقة التاريخ ذكرهم، الشيخ حمود الصوافي عالم وعماني جليل جدا، كان يفقد البصر ولكن يمتلك بصيرة كبيرة جدا، كان معلم ومربي لكثير من طلاب العلم في عمان الحبيبة. طه حسين عميد الأدب العربي أيضا كان كفيف ولكنه كان له بصمة بارزة في العالم العربي بل في العالم أجمع. هناك مجموعة كبيرة ممن قدموا وهم من هذه الفئة. اليوم معنا 3 ضيوف إن شاء الله مبدعين في هذا المجال. فاصل أيها المشاهد الكريم ونعود مع أول ضيف في هذه الحلقة. المشاهد الكريم، طبعا اليوم مثل ما قلنا حلقة راح تكون إن شاء الله يعني مليئة بدافع وحوافز لكن من نوع خاص. لماذا؟ لأن الضيوف أيضا من نوع خاص. وقبل البداية قبل البرنامج بدقائق كنت على صفحة البرنامج وهناك تحية من تونس لجميع الأحبة في سلطنة عمان، نقول لهم نحن أيضا نحييكم ونتمنى لكم متابعة شيقة اليوم في هذه الحلقة. أول مبدع معنا ممثل واعد إن شاء الله، معنا نصر السعيدي. أهلا بك نصر. نصر طبعا اليوم احنا حلقتنا بصر وبصيرة، هذا هو عنوان الحلقة. البصيرة الموجودة لديكم اليوم راح تكون هي الحافز لجميع من يشاهدنا الآن. نصر السعيدي، أول شيء عرفنا من أنت وكيف أبدعت. طبعا اسمي نصر حميد سيف السعيدي، أدرس في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، هوايتي التمثيل. طبعا كنت أمتلك هذه الموهبة من كنت صغير، ولكن مع مرور الوقت وعدم الفرصة وعدم من يعني أجاد يرشدني ويشجعني على الفرصة على هذه الموهبة، ربما أني نسيتها. ولكن لي فرصة طبعا أخرى، في أديت مسرحية في معرض شبابنا شيء اللي في السويق أيوه.
مع طبعا المبدع الاخ العزيز هزاع السعدي. وجه له تحيه. وجه له تحيه طبعا. وعملنا مسرحيه بعنوان مواهب. مواهب. نعم. جميل. نصر في معهد عمر الخطاب المكفوفين، كيف يتم التدريس؟ اعطينا بعض الافكار كذا، بعض المشاهدين يجهلوا هذا الجانب، فاحنا حابين شوي تنورنا، كيف يتم التدريس؟ كيف يتم التعامل معاكم؟ كيف يتم تنميه هذه المواهب في معهد عمر الخطاب المكفوفين؟ والله التدريس نفس تدريس المدارس العامة، اللهم بس تغير طريقة الكتابة تسمى طريقة برايل، نقرأها عن طريق اللمس. جميل. وبالنسبة للمواهب في عندكم تدريب؟ في عندكم صقل لهذه المواهب؟ في تدريب، في مواهب كثيرة عندنا. جميل. في عندكم مسابقات قمتوا فيها نصر؟ نعم، في مسابقات كثيرة عندنا. اليوم نصر المشاهدين اللي يشاهدونا ربما يجهلوا جوانب كثيرة في هذه الشريحة، شريحة المكفوفين. اليوم نصر، ما هي أبرز المشاكل اللي تعانوها أنتم في مجتمعنا العماني؟ والله بعض يعني بعض الناس يعني يعتبر الكفيف لا شيء. هم هذا اعتبار يعني غير صحيح. الكفيف قادر يعني يسوي أي حاجة، يعمل أي حاجة. هو إنسان يعبر عن شعوره. جميل. زين، هذه احنا ما نكون سلبيين اليوم، هذه ابرز التحديات. ما هي ابرز الحوافز اللي تلقيتوها في مجتمعنا العماني؟ من شجعكم؟ من اعطاكم حوافز كذا؟ طبعا شجعونا من معلمين، من الاهل. زين، موهبه التمثيل عند نصر، موهبه التمثيل شاركت فيها في مسرحيه في معرض شبابنا شيء اللي كانت في الفريق همم بالسويق. ونوع المشاركة كانت، هل هي بطولة؟ هل هي نوع الدور اللي قمت فيه نصر هناك؟ قمت فيه ككفيف، كنت أقرأ، يعني كنت أنا الابن، كنت أنا الابن أقرأ يعني برايل، وكان يعني في الناس أنا أعتقد أن مكفوف يعني ما يعرف يقرأ، ما يفهم أي حاجة، وكان طبعا نصر انا يعني اخالفك شوي الراي نوعا ما. اليوم احنا في حلقتنا وبرنامج انت كما تريد وجميع مجتمعنا يرى بان المكفوف هو يعني جنب بين جنب مع المبصر، وما في فرق بين المكفوف والمبصر، ولذلك احنا نريدك تعطينا شويه من الدور اللي قمت فيه في المسرحيه. اعطينا شويه من هذا الدور، مثلنا شويه، خلي المشاهد يشوفك تمثل. هيك الورقه امامك كذا، ممكن تعطينا مقطع بسيط من المسرحيه اذا ممكن. هو لازم التمثيل لازم اكثر من شخصيه، الشخصيه واحده شويه صعبه. انا عندي شخصيتك انت، انا مصر اليوم، اريد شخصيتك انت. اذا ممكن تعطينا مقطع من الشخصيه اللي انت يعني مثلتها. لازم شخص اكثر من شخصيه. مصر انت اليوم، ما تعطيني شيء يعني. اكثر من شخصيه. يلا جميل. هذه الورقه اللي امامنا نصر، اللي في الطاوله اللي براي اللي امامك، ايوه. في الطاوله هذه. ايوه. ايوه. ممكن تكلمنا عنها؟ هذا طبعا هي هذا طريقة برايل. أيوة. نقرأها عن طريق اللمس، يعني نقرأ من جهة اليسار إلى اليمين. من اليسار لليمين. نعم. يعني إيش مكتوب مثلا في الورقة اللي أمامك؟ مثلا مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. من اليسار لليمين. نعم. جميل. كل كتبكم في المعهد بالطريقة هذه؟ نعم، كلها من اليسار لليمين، سواء إنجليزي أو عربي. انجليزي وعربي. نعم. اليوم نصر في الصف الحادي عشر ومقبل للصف الثاني عشر، كيف تجهيزات لصف الثاني عشر؟ والله تجهيزات طيبة الحمد لله. مستعد؟ مستعد نعم. طبعا نصر قبل الهواء يقول لي نصر انا اول مره اطلع في التلفزيون، فشوي شوي علي بالاسئله يا نصر. فلذلك انا ما بثقل عليك كثير، فاقول لك اليوم انت نورت برنامج انت كما تريد. ما هي طموحات نصر السعيدي؟ طموحاتي طبعا اريد اظهر موهبتي في المجتمع. ايوه. اكون عضو فعال في المجتمع. جميل. خلينا ناخذ اتصال نصر ونرجع لك بعد شويه. عندنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ معنا الاستاذه المبدعه حوريه الريامي. اهلا استاذ، اخباركم؟ اهلا يا حوريه، شو اخبارك؟ الحمد لله طيبين، اخباركم؟ الحمد لله. طبعا حوريه انتم من فريق صوتي حياه. اي نعم. وفريق صوتي حياه كان له فكره ابداعيه جميله، ما اعجبتني كثيرا عندما كان لديكم لفته جميله لهذه الشريحه، فقررتم ان تقدم لهم هديه، حدثي عن هذه الهديه. طبعا كان عندنا مشروع اسمه اسمعني صوتك لارى العالم من حولي. جميل. يعني بما ان المكفوفين ما عندهم اهتمام كثير، ما عندهم مصدر للكتب، ف
فاحنا قررنا وفقد البصر في نفس الوقت، فاحنا قررنا ان نسمعهم او نراويهم جزء من العالم بصوتنا. فكانت هذه هي فكرتنا، اخترنا كتابك، كتاب انت كما تريد، بحيث ان نحوله من كتاب مقروء الى كتاب مسموع. طبعا الكتاب كتاب تنموي، هالكتاب تم اختياره لاكثر من سبب، بس كان اهم سبب بما ان المكفوفين يعني فقد البصر، نحاول ان نوصلهم رسالتنا. في حالة ان ما قدرنا نوصل الرسالة، يكون موضوع او تنموي، بحيث ان نقدر نحرك دافعيتهم ونخليهم بروحهم هم اللي يبحثوا عن البديل. جميل. فكانت هذه فكرة مشروعنا. مشروعنا اشتغلنا عليه تقريبا في مدة اسبوعين، يعني هو يحتاج لشهرين تقريبا، بس الحمد لله بفضل الشباب اللي كانوا معنا اشتغلنا في مدة اسبوعين. ما ادري كيف كان انطباعك ورأيك في الشيء اللي قدمناه. طبعا كان انطباع رائع جدا، ويكفي بان ملتقى شباب الخليج اشادوا بالعمل اللي قمتوا فيه. وطبعا جبت اليوم نسخة من السيد اللي اصدرتوه انتو، السيدي هذا اللي راح اليوم يقدم هدايا لضيوف برنامجنا. يعني عودنا احنا في برنامج انت كما تريد، تعودنا دائما نهاية كل لقاء نعطي الضيف كتاب انت كما تريد. اليوم لا، اليوم احنا نهاية اللقاء راح نعطيهم سيدي من اصداركم، وهو كتاب انت كما تريد، ولكن كتاب ماذا؟ كتاب مسموع لهذه الفئة الجميلة، واعتقد انتم ايضا غطيتوا المكفوفين في جميع دول مجلس التعاون. ايوه الحمد لله، النسخ وصلت لعدد كبير من المكفوفين في دول مجلس التعاون، وان شاء الله بتوصل لعدد من المكفوفين في عمان. يعني كثير فرحانين بهالانجاز، لان واجهنا في بدايه الفكره كثير صعوبات، وخصوصا ان كان معظم الفريق اللي يشتغل معنا طلاب سنه اولى، فكان كثير صعوبه بالنسبه لنا، صعوبه في تجميع الفريق، وصعوبه في اللي هي حجز الاستوديو، الرساله، ما كان عندنا اي مدقق لغوي بحيث ان نقدر نظهر بالشكل الصحيح. بس تفادينا كل هذه الاخطاء الحمد لله. ضيق الوقت والمونتاج شباب الحمد لله بدعوا فيه، وقدرنا ان نقدم هالكتاب، كتاب انت كما تريد، بصوتنا وصوت شباب جامعه السلطان قابوس. جميل يا حوريه. طبعا وجه تحيه ايضا لجميع طاقم الفريق اللي عندك، مشعل النخيلي وعمر الانصاري، واعطيني بعض الاسماء اللي اشتغلوا معاكم. اذا تسمح بعطيك كل الاسماء. كم عددهم؟ كثير. 12 شخص ما شاء الله. يلا اعطينا. طبعا الكتاب كان من اصوات الاخ محمد الذهلي، عمر الانصاري، محمد الشمري، احمد النقبي، احمد البوسعيدي، مالك السيادي، ايضا كان في بنات معنا الياسمين العبري، انوار الصبحي، امل الخروصي، ريم سليماني، اسماء السليماني، وكان في متابعه من الاخت عويش الحامدي، عويش المعمري، ليلى الحامدي، وموز العويسية. جميل، شكرا لك يا حورية. كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة إن فريق صوتي حياة، إن شاء الله بيستمر طول 5 سنوات اللي بنكون في جامعة السلطان قابوس. ما بيكون صوتنا للمكفوفين فقط، بيكون لأكثر فئة من فئات المجتمع، كل فئة بأسلوبها الخاص فيها. بنحاول خطوتنا القادمة تتجه للمركز الإرشاد، وإن شاء الله بنحصل دعم من مركز الإنشاء الإرشاد ومن الجامعة ومن شركات خارج الجامعة. بنستمر إن شاء الله، وانتظروا منا كثير كتب، كتب مسموعة للمكفوفين، وصوتنا بيوصل للمكفوفين ولباقي فئات المجتمع. الله يحفظك يا حورية، ويحفظكم جميع طاقم البرنامج، وبالفعل صوتي حياة. شكرا لك. شكرا على دعمك لنا. الله يحفظك. طبعا للأمانة أنا فخور، احنا فخورين بشباب عماني كذا جميل، جالس يفكر ويبدع ويقدم أيضا أشياء إبداعية مبتكرة جديدة. دائما يقال الإبداع هو إتيان بشيء جديد مقبول اجتماعيا وأيضا أخلاقيا وغير ذلك، فهذا هو الإبداع بمعنى الكلمة. في مجموعة صور راح نعرضها لنصر السعيدي عندما شارك في بعض المسرحيات، وأيضا عندما يكرم نصر مجموعة صور، هذا طبعا نصر وهو يشارك أعتقد في ملتقى شباب نشي اللي كان في السويق، وايضا صوره اخرى. هذا نصر اثناء المعرض تقريبا. نعم. اثناء المعرض؟ اثناء المعرض. اثناء المعرض، معرض السويق الهمم، هذا؟ همم تطوعي. نعم. همم تطوعي. شباب نشي بالفعل. وهذا اثناء اعتقد اثناء تأدية المسرحية هذه. صورة اثناء تأدية المسرحية. ومعك هزاء السعيد، وجه تحية. هذا اثناء تكريم من نصر. اثناء التكريم. جميل يا نصر. نصر طبعا أنا استمتعت معك كثير، بس أريد أسمع منك كلمة أخيرة توجهها لمن تحب.
أوجه كلمة أخيرة أن المكفوفين عندهم خيال واسع من التمثيل، قادرين أن يمثلوا في كل وقت. جميل، احنا خلصنا نصر. كلمة أخيرة كذا، كلمة أخيرة حلوة جميلة منك وأنت مبتسم تعطيها للمجتمع العماني اليوم، احنا محتاجين حافز منك تقدم لشبابنا اليوم. خلاص جميل، احنا نصر نعطيك هدية اليوم، القرص المسموع اللي هو كتاب أنت كما تريد ولكن مسموع هذه المرة. نشكرك يا نصر معنا، وإن شاء الله نتمنى لك مستقبل مشرق بإذن الله تعالى. أيها المشاهد المبدع ومشاهد الجميل، طبعا نصر كان نموذج جميل ورائع جدا، قدمنا اليوم يعني حافز وهو أول ضيوفنا في هذه الحلقة. فاصل أيها المشاهد الكريم ونعود بعدها مع مبدع آخر بإذن الله. السعيدي اليوم أيضا مبدع آخر، والمرة هذه فنان لديه لوحات وأيضا يصمم مواقع ومنتديات جميلة على الإنترنت، ويتواصل مع شريحته اللي ينتمي إليها وأيضا مع جميع شرائح المجتمع. معنا أحمد اليوسفي. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ ومرحبا بك. أحمد اليوم طبعا في برنامجنا إحنا حبينا كذا أن نقف وقفة معكم لكي تعلمونا وتعطونا ما عندكم. فأحمد عرفنا أول شيء عن أحمد اليوسفي، كيف بدأت الموهبة لديك وكيف تطورت هذه الموهبة وأصبحت اليوم ما شاء الله طلعت على بعض لوحاتك مبهرة جدا. أولا أشكرك أستاذ على هذه الوقفة، على هذه اللقاء. بداية صراحة كانت من الطفولة، البداية كانت طبعا في الدراسة في أيام المدرسة، بس أيام الدراسة يعني ما كثير تطورت. بعد ما انتهيت من الدراسة الحمد لله تعرفت على أشخاص من جامعات، فهم اللي وصلوني إلى لأني أشارك في ملتقيات في الجامعات. الحمد لله شاركت في جامعة مزوى كذا مرة، ونفس الشيء في جامعة السلطان قابوس. جميل، الاستحسان والجمهور أحمد لما يشوفك، ما هي رد الأفعال اللي تلقيتها؟ ما هي بعض الكلمات اللي سمعتها من جمهورك؟ بصراحة أول بدايتي كنت متخوف من المشاركة، قلت يمكن الناس ما تتقبل، يمكن كذا يعني هذا ما يكون مثلا، ما يكون شيء مبهر، ما يكون حاجة إبداعية. فبديت فشفت يعني استحسان كثير من الجمهور، يعني حتى أنا كنت أرسم عند الجمهور بشكل مباشر يعني، فكان ما شاء الله يعني جمهور كثير 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 يعني يجي يزور، حتى أن حصلت بعض الأشخاص يجي كذا مرة يعني يروح بعدين يرجع كذا مرة المعرض عشان يشوف الرسم مرة ثانية. ما شاء الله. أيوة، فنفس الشيء في كانت يعني عبارات يعني تشجيعية، حتى يمكن قلت أحيانا يمكن هذه مجاملة فقط يعني يمكن مجاملة، لكن اكتشفت أن هذه الكلمات قالوها عن أشخاص ثانيين عني أنا يعني. جميل، والناس الثانية وصلوا لي. سمعنا كذا، احنا اليوم نريد نسمع هذه العبارات أمانة. سمعنا بعض العبارات اللي سمعتها أنت يا أحمد. والله من العبارات اللي دائما يعني أسمعها يعني صراحة أنت إنسان مبدع، صراحة أنت إنسان طموح، يعني هذا الشيء إبداع، هذا الشيء مثل احنا كمبصرين احنا ما نقدر نسوي مثلك، مثل هذه العبارات. جميل، انا راح اوقف عند اخر عباره، احنا كمبصرين ما نستطيع ان نفعل أيوه. مثلك. جميل، واليوم احنا ليش هدفنا هذه الحلقه؟ هدفنا الحلقه هذه، البعض احمد اليوم يعلق شماعه من الظروف والصعوبات صحيح. والعوائق،
بينما أحمد اليوم يتحدى هذه الظروف وهذه الصعوبات ويبدع في مجال معين. ما هي رسالتك لهؤلاء الأشخاص الذين يعني فنانين في اختلاق الظروف والصعوبات والأعذار؟ والله هي رسالة إن يعني إذا كان ما عنده الشخص ما عنده يعني دافع من نفس الشخص ما راح يسوي حاجة. يا سلام. فلازم يتخلص من نفسه عشان الناس تقدر تساعده، لأن إذا ما تخلص من يعني من الأشياء السلبية والرسائل السلبية اللي داخله ما راح يعني راح يستفيد من الرسائل الإيجابية اللي تعطيها الناس له. يا سلام يا سلام، أنا أسمع مدرب اليوم أحمد. خلنا نأخذ مكالمات هاتفية أحمد، وبعدين نرجع إن شاء الله نكمل حديثنا الشيق معك. عندنا مكالمة هاتفية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله طيبة. الأخت أميرة، شو أخبارك؟ الحمد لله طيبة. أخبارك؟ الحمد لله خلال. الحمد لله. تفضلي. أول شيء أريد أشكرك على هذا البرنامج الرائع. الله يحفظك. هذه النماذج اللي نحن نشاهدها من هذا المعاقين يجب أن يعني بقدر الإمكان نستغلها بالطريقة الأحسن، بقدر الإمكان أن يعني صح أن في مدارس لهم، لكن في الجامعات والكليات نريد اهتمام أكبر بهذه الفئة المبدعة. صحيح. يعني الله تعالى إذا أخذ من الإنسان شيء عطاه شيء كثير. جميل جميل. وثانيا أحب أن أشكرك أستاذ، نحن طبقنا بعض الأفكار، أنا طالبة في الكلية التقنية العليا، طبقنا بعض الأفكار اللي موجودة في كتاب أنت كما تريد على الواقع عن طريق المحاضرات. جميل جميل. وشكرا جزيلا أستاذ. الله يحفظك. شكرا لك. أحسنت يا أختي أميرة. طبعا رسالة من أميرة، نعم بالفعل محتاجين لاهتمام أكثر لهذه الفئة الجميلة في مجتمعنا العماني. مكالمة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ طلال. كيف الحال أخت شايخ؟ الحمد لله نشكر الله. كيف حالك؟ بخير نشكر الله أستاذ. تفضلي أختي. أولا أشكر ضيوفك المبدعين والرائعين، ما شاء الله عليهم، فئة المكفوفين، فئة مبدعة فعلا، لديهم مواهب وقدرات عالية. أستاذ أنا حبيت أقول لهذه الفئة كلمة بسيطة، نعم أنتم فئة مبدعة، فقدتم البصر لكن استطعتم إنجاز بما لا يستطيع إنجاز أشخاص الذي لديهم نعمة البصر. جميل. وواصلوا الإبداع يا مبدعين، يعني تحديكم فعلا وأصراركم يخجل بعض الأشخاص الذي لديهم هذه النعم ولكن ليس لديهم استغلال الأمثل لهذه النعم. جميل يا شايخ، رسالة جميلة ورسالة موجهة ومن القلب، تصل القلب إن شاء الله مباشرة. شكرا لك. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله أخي طلال. كيف الحال أخ سيف العوفي؟ طيبين، يسرك الحال. شو أخبارك؟ بخير الحمد لله. ابن احنا افتقدنا صوتك أسبوعين. كيف صحة ساك؟ طيب والله طال عمرك، أنا الأسبوع الماضي كنت باغى أتصل لكن الحقيقة يعني كان الوقت يعني كان قصير. بالفعل كانت الحلقة دسمة. تفضل. فعلا أنا يعني من الناس الحريصين على المشاركة ببرنامجكم. الله يحفظك يا رب. بشريف فضل. بارك الله فيك. حقيقة موضوعكم يوم جيد، وهذا كما تقول تحفيز حال الكفيفين البصر. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فحقيقة يعني أنا لاحظت معنا في أناس أكفاء البصر في البلد لكن يقومون بأعمال الزراعة، منهم من يقوم يخرف النخيل، ومنهم من يقوم بالسقي، ومنهم من يقوم بأعمال أخرى، ومنهم من يسلك طريق يعني حتى يمكن اللي هو يعني عنده البصر لكن ما يستطيع يسلكه. سبحان الله. إيه نعم فعلا، يعني أنا لاحظت هذه ملكات أخي طلال. بالفعل ملكات، ومنهم حتى من يسمع يعني المشي الشخص يعرفه إن هذا الشخص الفلاني. صحيح. من خلال مشي، من خلال صوته، من خلال حتى لما يتعامل عند أي شخص وعاد مبرمجنا عنده في عقله. يا سلام. جميل. نعم. جميل. وعندنا دخل الولاية في ناس كفاء البصر عندهم آلات طباعة. سبحان يقوم الله. يقوم بالطباعة، ومنهم من يقوم بأعمال يعني سبحان الله، الله إذا فقد شيء على شخص عوضه بشيء آخر. جميل. شكرا يعني لك. سبحان الله، هذه حكمة إلهية. بالفعل. شكرا يا أستاذ سيف. بارك الله فيك يا أخي طلال. الله يحفظك. لك. الله يحفظك. أحسنت. شكرا لك. طبعا نرجع مره ثانيه لاستاذنا استاذ احمد، وراح نستعرض بعض الرسومات اللي قمت فيها. طبعا هذه الرسومات جميله جدا، وانا راح استعرض بعضها. هذا لمنظر طبيعي، وعندنا مياه وعندنا شلالات رائعه وجميله جدا. وفي رسومات راح نستعرضها الان ل يعني احمد.
يعني الأمانة أنا بأخذ واحدة هدية يا أحمد. مجانا الفلوس؟ أكيد مجانا. مجانا خلاص. هذا صورة أخرى جميلة أيضا جدا، عصافير، وتحكي أيضا رسالة جميلة وضمنية. نشوف الصورة الأخيرة، طبعا هناك صور كثيرة. هذا صورة أخيرة، طبعا هناك صور كثيرة أحمد، لكن زودتنا بثلاث لوحات. أيوة. جميلة. بس هذا الصورة مع شوية أشوف الأشجار ما فيها. هو صراحة هذه يعني هذه اللوحة شوية يعني تحكي شوية كآبة. أيوة. أنا أشوف ترى قد يكون اللوحة الوحيدة فقط اللي فيها كآبة. أيوة. أنا أشوف الأشجار ما فيها. أيوة. خضرة، ما فيها أوراق. صحيح. جميل، يعني رسمتها في لحظة يأس وإحباط ربما؟ أيوة صحيح. سبحان الله، اللي الله يبعدك لحظات اليأس والإحباط. أحمد، إحنا نريد منك رسالة. اليوم شبابنا بحاجة إلى رسالة، إحنا اليوم شبابنا بحاجة إلى همسة، إحنا اليوم شبابنا بحاجة إلى حوافز نقدمها لهم. نريد أحمد، ومن موقع التواصل الاجتماعي المنتدى اللي قمت فيه أنت، حدث عن هذا المنتدى وكيف وصلت رسائلك للشباب اللي كانوا يتواصلوا معك في هذا المنتدى. والله يا المنتدى، يعني فكرة المنتدى كانت يعني هي لإيصال فكرة، مثلا لإيصال يعني أعمال، مثلا أعمالي وكذا، عشان نفسي أوصل ناس يعني من حولي أكثر، حتى من خارج عمان أحاول أتواصل. فجيت فكرة المنتدى، فالحمد لله عملت المنتدى مع عدة أشخاص، يعني مشاركة عدة أشخاص، فالحمد لله عملنا، وكان الحمد لله في تفاعل. وكنت لما أشارك في معارض وملتقيات كنت يعني أسوي موضوع بالصور وبالرسومات اللي شاركت في المعرض. هذه أحمد اللي حيرتني، يعني كيف ممكن توثق الأشياء بالصور بكاميرات؟ أريد نعرف في التقنيات تستخدموها. والله هو طبعا التصوير ما شرط أنه يكون مثلا أنا أصور، عادي أنا أجيب صور، مثلا حد يصور وأنا أشل من عنده صور. جميل. أيوة. فطبعا في مواقع رفعوا كذا، فأرفع الصور وأسويها في الموضوع. كيف تتعامل مع الحاسب الآلي؟ الحاسب الآلي في برنامج قارئ للشاشة، هذا البرنامج يقرأ يعني كل المحتويات أو كل زر أو كل حركة أنا أضغطها في الكيبورد هو ينتقل إياها صوتيا. سبحان الله. أيوه. سبحان الله، جميل. فلذلك التواصل اليوم أصبح سهل جدا. أيوة صحيح. بالنسبة لكم. صحيح. أبرز المشاركات أحمد لك بالنسبة لك؟ والله شاركت في جامعة نزوة في الموسم الثقافي السادس والسابع، ونفسي شاركت في جامعة سلطان قابوس في جماعة إبداع البصيرة في الملتقى الأول والملتقى الثاني نفس الشيء، وشاركت في جماعة الأمل نفس الشيء في جامعة سلطان قابوس. وجامعة نزوة كانت جماعة إبداع الكفيف، وجامعة السلطان قابوس جماعة إبداع البصيرة. إبداع البصيرة حدثنا احنا شوية أحمد، لأن هذه الجماعة أنا معجب فيها الأمانة، وحاولت أني أتواصل معهم أكثر من مرة، بس سبحان الله ما قدر الله أن يكونوا معنا اليوم. حدثنا عن جماعة إبداع البصيرة. والله يعني هي مجموعة من الشباب من المبصرين والمكفوفين. يعني يسوي أعمال، مثل يعني أعمال تهدف يعني إيصال الكفيف أو تعريف الكفيف بالمجتمع بالأعمال أو يعني القدرات اللي يقدروا يسويهن. فكانت الملتقى الأول هي اللي كانت مواهب المكفوفين، اللي شعر، اللي رسم، اللي نحت، اللي يعني كذا مواهب. والملتقى الثاني كانت للتوظيف، كانت يعني فكرتها للتوظيف، كيف يعني الكفيف قادر يعني يشتغل اكثر عن شغل عشان الوظيفه، ما مختصر يعني بوظيفه واحده مثلا كفيف. جميل. قادر يعمل عده اعمال. جميل. الحين وجود التقنيه سهل الامور كثيره. اذا احمد اليوم يعمل في شركه فالكون. ايوه. حدثنا عن عملك. والله عملي عن طريق الكمبيوتر نفس الشيء، فاحنا نستقبل مكالمات وفي استمارة احنا نعبيها عن طريق الكمبيوتر، وطبعا صوتيا ما شاء الله. أيوة. أحمد، تعرف وأنت تتحدث معي الآن أنا أحس بيعني بنوع من الفخر، وأحس إنه إحنا يعني النظرة ربما اللي أخذناها أو البعض يأخذها بأن هناك جوانب نقص لديكم كبيرة جدا، وهناك فجوة كبيرة جدا بينكم بين المبصرين، ولكن أحمد وأنت تتحدث الآن أنا أرى بأن هذه الأشياء غير موجودة كثير يعني بشكل واضح. فيعني
اليوم انا حط اعلان البرنامج في صفحه البرنامج فوجدت احد الاشخاص يعني متذمر من الواقع اللي موجود فيه، هو يعاني من اعاقه في 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 السمع، متذمر من الواقع اللي هو عايش فيه ويقول احنا ما حد مهتم فينا واحنا كذا، فهل بالفعل ما في اهتمام كليا احمد؟ هو يعني ما ان كليا طبعا في في نقص يعني من الاهتمام، بس اذا كان الشخص يعني ما حرك المجتمع عشان يهتم فيه المجتمع ما راح يتحرك. يا سلام. ايوه، فانت لازم انت اللي تحرك المجتمع عشان هم نفسي يعطوك. لا تلعن الظلام بل اوقد شمعه. صحيح. فانا اوجه رساله للشخص اللي كان في الفيسبوك اليوم كان يهاجمنا بشده بانه، وانا ربما الوم واعذر يعني ما نعرف الظروف اللي عنده، لكن اقول له بان ابدا بنفسك اولا. صحيح. هذا احمد اليوم اليوسفي يقول دائما حرك المجتمع من نفسك اولا. صحيح. كن مبدعا، كن عندك افكار ابداعيه فيلتفت المجتمع. صحيح. لك ان شاء الله. استمتعت معك احمد واستمتعت بحديثك وانت خدعتني يعني، قلت لي انا اول مره صحيح اول مره. وأراك منطلقا في الحديث. أحمد كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أولا أشكرك على الاستضافة أستاذ، أستاذ مبدع. الله يخليك. تشرفت أن أكون معك. الله يخليك. ثانيا أشكر جميع من كان له دور في هذه في موهبتي، سواء حتى لو كان بكلمة شكرا أو كلمة مبدع، هذه هي دافع لي، وأنا أشكره من هذا المكان. يا سلام. وأخص بالشكر زوجتي صراحة، لأن هي وقفت معي وقفة لن أنساها أبدا. ما شاء الله. أيوة. فالكلمة الأخيرة إن إذا وجدت الإعاقة وجد الإبداع، وإذا وجدت الإعاقة وجد التحدي. يا سلام، والإعاقة انطلاقة. نوجه طبعا تحية لزوجة أحمد ونقول لها دمتي معطاءة دائما ودمتي سندا ينير الطريق لأحمد إن شاء الله. أحمد إحنا نعطيك هدية في نهاية استريح أحمد، نعطيك هدية القرص المسموع لكتاب أنت كما تريد، ونشكرك مرة أخرى على يعني وجودك اليوم معنا، والله يحفظك إن شاء الله ويوفقك. شكرا، جزاكم الله خير. أيها المشاهد الكريم، هذا أيضا ضيف آخر ومبدع آخر، علمني اليوم أشياء كثيرة وعلمني بأن الإعاقة انطلاقة. مع الفاصل إن شاء الله سيكون مبدعنا الأخير أحمد الحراسي، إعلامي له أيضا إسهامات جميلة في المجتمع العماني. فاصل ونعود بعدها بإذن الله. ما أروعهم من ضيوف وما أروعهم من يعني حوافز جالسة تعطيني يعني طاقة لا محدودة اليوم في هذا في هذه الطاولة الجميلة. طبعا ختم أحمد اليوسفي لقاءه برسالة شكر لزوجته الحبيبة وزوجته التي ساندت دائما، فنقول لجميع من تشاهدنا الآن من الزوجات، أزواجكم بحاجة إلى مساندة ومساعدة دائمة. هناك كثير استشارات تصلنا بأن زوجتي والله كذا وزوجتي كذا، فنقول كونوا متكاملين مع بعضكم البعض. الزوجة بحاجة أيضا لدعم والزوجة أيضا بحاجة دعم لكي تكون الشراكة حقيقية وأيضا تكون مثمرة وناجحة بإذن الله. ختامنا مسك إن شاء الله، وختامنا مع إعلامي رائع كان له إسهامات جميلة كما ذكرت سابقا، معنا أحمد الحراسي. أهلا بك أحمد. مساء الخير ابو الحسن ولا ابو الحسين نقولها هي عندك اثنين الله يحفظهم لك ان شاء الله. اول شيء امسي عليك وامسي على محمد الحداد محمود الريامي والشله الطيبه كلهم، اقول لهم يعطيكم العافيه. حقيقه حطيتني في وضع محرج يعني بعد نصر واحمد انا خلاص ما عاد عندي شيء اقوله. ففي البدايه احب اشكركم على هذه الاستضافه الطيبه. الشيء الاخر على السريع بس لاني حملت امانه حقيقه
بمجرد ما كتبت على صفحتي في تويتر أن اليوم راح أكون متواجدين في هذا البرنامج، الكل يشكر طبعا كالعادة، لأنه فعلا برنامج كذا تارك بصمة، مع احترامنا وحبنا وتقديرنا لكل الجهود من كل الزملاء سواء كانوا في التلفزيون أو حتى في الإذاعة، ليظهروا برامج مختلفة، برامج جميلة وإسهامات واضحة، لكن أنت كما تريد فعلا وصل لكل شرائح المجتمع، ليس مجاملة الحين أمامي أو أنا موجود في برنامج، وإنما هي حقيقة تقال بنجاح هذا البرنامج، فلك تحية حب وتقدير. أنت ربما الناس تشاهدك على الشاشة، ولكن هناك جهود حقيقة يعني جنود مجهولين فعلا متواجدين في البرنامج، فلكم التحية، وأتمنى يا رب المشاهدين يستمتعوا معنا اليوم. الله يحفظك يا رب. أنا شكلي أحمد بطلع من الاستوديو لا لا يعني. عمرها العيبة على ذا الحاجب يا بن حسين. ربي يحفظك. أحمد، بعض المشاهدين اليوم حابين تعرفوا على أحمد حراسي بشكل أكبر. أحمد كان له إسهامات في برنامج الشباب، كان وما زال، ها أي كان وما زال إن شاء الله في برنامج الشباب، وأيضا كان له عدة ظهور إعلامي في بعض القنوات، فحدثنا عن أحمد الحراسي. والله أحمد الحرازي طبعا إنسان بمعنى ينتمي لفئة عزيزة جدا. أنا أبدا ما أعتبر نفسي أني أنا أختلف عن الناس الأسوياء إلا بالحالة أو الوضعية اللي أنا فيها، لكن في المقابل كل ما أقوم فيه ممكن حتى الإنسان العادي يقوم فيه، لكن مع الأسف نشوف كثير من الشباب للمحبط نفس ما أنت أسلفت، حتى على أساس ما نعيد الكلام اللي دار قبل شوي في حوارك مع أخوي أحمد، كثير من الناس يتذمر من الحياة، لكن نقولهم دائما ببساطة ترى الحياة حلوة، وممكن تشوفوها مش بالعين، تشوفوها بالقلب وبالرؤية الصحيحة وبالتخطيط وكثير من المثاليات الجميلة. الحمد لله الموهبة هذا عندي من وانا صغير، والحمد لله بديت فيها ونميها. طبعا احنا نحاول، إذا كانت أنت ذكرت كلمة إسهامات، ما هي إلا عطاء قليل وبسيط جدا نقدمه لهذا الوطن العزيز وللمجتمع بمختلف فئاته ومختلف أفراده. أيضا ما ننكر أيضا دور اللي واقفين معنا من الأسوياء وحتى من ذوي الإعاقات البصرية والإعاقات الأخرى المختلفة. تحدثنا أحمد عن البرامج اللي قدمتها، لأن المشاهدين اليوم حابين يعرفوا عن البرامج. أوه كثيرة بصراحة. أول شيء أنا أشكر دائرة إذاعة الشباب، كان برنامج الشباب سابقا، ها الحين إذاعة الشباب، وبالتحديد شخص أعتقد أنه بيكون على الخط، ولا سعادة الشيخ سعادة علي الجابري طبعا، خذنا ناخذ سعادته خلاص ونرجع لك. طيب. طبعا معنا سعادة علي الجابري، سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام، وحقيقة سعادة علي الجابري الحلقة الماضية هناك كان أيضا إطراء جميل جدا من جماعة رتل وارتقي، بأنك في جهود مبذولة كان من قبل سعادته يدعم هذه الفئة. اليوم أحمد الحراسي أيضا كان مصر جدا بوجود سعادته معنا، وإحنا نتشرف بوجوده معنا، فهناك مداخلة هاتفية مع سعادة علي بن خلفان الجابري. أهلا بك سعادتك. أهلا وسهلا بكم، وشكرا جزيلا على كل ما قلتم وعلى هذا التواصل الجميل. الله يحفظك. طبعا صوتك سعادتك كده جميل ومألوف ويذكرني بالتقارير المباشرة دائما. الله يسلمك وبارك الله فيك. يعني الحمد لله ترى هو هذا عمل إعلامي خلاص يلتصق بالشخص ويتواصل معه يعني. جميل. احنا نعمل أحفظكم. سعادتك أحمد الحراسي اليوم أصر بأنك تكون أنت، يقول بأن من الناس اللي دعموه وأوصلوه لأحد أحلامه أن يكون مذيع في الإذاعة هو أنت، فأصر أنك يوجه لك رسالة مباشرة منا إليك مباشرة. فضل أحمد. أتشرف. أبو المعتز مساء الخير. مساك الله بخير يا أحمد، الله يسلمك. سعادتك يعطيك العافية. الله يحفظكم، الله يسلمك، بارك الله فيك يا أحمد. الله يسلمك. حقيقة ربما أنا الكلام لا يفيك حقك بسعادتك، وفعلا وقفة جميلة جدا. خلنا خبرك سالفة على السريع طلال، وأيضا لأبو المعتز سعادة علي الجابري. في فترة من الفترات طبعا كان في محاولات حثيثة أن أنا أحقق حلمي وطموحي والرغبة اللي أنا أطمح فيها كموهبة وحق من حقوقي في الأخير كابن من أبناء عمان. في كثير من المسؤولين والشخصيات اللي أنا حاولت أنه من خلالها أجد الفرصة، فمع الأسف ربما الظروف لم تخدم، ربما أن الفرص لم تكن متاحة في هذه الفترة. فبمجرد مكالمة هاتفية، أذكر اليوم بالضبط كان يوم الجمعة وكان وقت المغرب، فاتصلت بسعادته، كان يومها مدير عام الإذاعة سعادته، فقال لي أنت متى حاب تجي عندي، مكتبي مفتوح لك أي وقت أنت تحدده.
ففعلا رحت مع المكتب وكانت خلنا اقول لك طلال واقول للمشاهدين ان جلسه اب مع ابنه بامانه يعني كانت جلسه رائعه محفزه. حتى بعد ما بديت كان معي باستمرار هو والاستاذ العزيز ابو محمد الاستاذ خالد الجالي ايضا اللي له الف تحيه حبيبي ابو محمد طبعا، وكان دائما ما يوصل لي رسائل وحتى سعادته بنفسه دائما ما كان رسائل نصيه على الهاتف النقال. فشكرا من الاعماق سعادتك فعلا على كل ما قدمت وما تقدم لاحمد ولكل مبدعين هذا الوطن العزيز. جميل الله يسلمك اخ احمد. اولا انت واصل، يعني انا ما اعتبر ان انا وصلتك لانك انت واصل، واصرارك ايضا في ان تكون مذيع هذا كان يعني تحدي كبير بالنسبه لك برغم ظروفك، لكن انت عرفت كل هذه الظروف ووصلت الى وظيفه مرموقه وايضا حاولت بان تحقق حلمك بان تصبح مذيع. كل ما قمت به هو يعني في اطار الواجب. انا شخصيا من الاساس داعم للمذيعين، داعم للمواهب، والحمد لله يعني خلال مشواري كمذيع قدمت كثير من زملائي ودربت الكثير من زملائي واعطيت من وقتي للكثير من زملائي، وبالتالي هذا اعتبره يعني جزء من مسؤوليتي، ولكن جزء ايضا من مسيرتي المهنيه انا كمذيع. بالتالي ما قمت فيه هو يعني رد طبيعي لإنسان يملك موهبة وإنسان يملك إصرار، إنسان كان يعني قهر كل التحديات وبالتالي أراد أن يصل. الظروف يمكن الظروف لم تساعد، ظروف تركيبة المباني لم تساعد بعض المسؤولين لكي يوصلوا مثلا الأخ أحمد ليكون متواصلا مع المستمعين عبر أثير الإذاعة، ولكن وجدت الإصرار الكبير، وبالتالي كان من ضمن واجباتي أيضا كمدير عام سابق للإذاعة أن أتيح لهذا الرجل فرصة بأن يقدم نفسه، وكان الحمد لله. جميل، ما أروعك سعادتك وما أروع أيضا الدقائق الثمينة اللي منحتنا إياها أيضا حتى أنا باتصال هاتفي ورحب بشرف بالاستضافة، فكل شكر لسعادتك. شكرا لك. شكرا لكم، بارك الله فيكم، شكرا لجميع الزملاء، بارك الله فيكم. الله يحفظك يا رب، الله يحفظك. طبعا ما أجملها أحمد، ما أجمل عندما نرى مسؤول يقف جنبا لجمع مع مواطن، عندما نجد مسؤول يقف جنبا مع مبدع، عندما نجد مسؤول أحمد يعني يدرك بأنه هو وضع من أجل خدمة هذا الشاب العماني وشاب مبدع. نعم، أبو الحسين دائما يعني دائما نقولها، يعني إذا كانت يعني إذا كانوا المسؤولين بهذه القيمة، بهذه الشخصية، بهذه الكاريزما الرائعة، حقيقة احنا محظوظين بسعادة علي الجابري فعلا، ومحظوظين بالأستاذ خالد الزجالي، محظوظين بكثير شخصيات اللي انا على الاقل في مجالي تعاونوا معي وساعدوني وقفوا معي. هو يمكن ذكر نقطة اللي هي نقطة الإصرار، في نقطة ذكرها الأستاذ خالد الزجالي الله يذكره بالخير ونمسي عليه أبو محمد. معي وجهك تحية، وأنا كلمت الأستاذ خالد الزجالي ووجهت تحية ويقول لك ستعود قريبا إن شاء الله. لا ما عليه، احنا رادين إن شاء الله، والمستمعين أكيد مشتاقين له وأنا مشتاق لهم. فقال أبو محمد أحمد أنا نحن أصرينا أن أنت تكون موجود لأن احنا واثقين من قدراتك. فالحمد لله رب العالمين، أنا ما خيبت أول شيء ظن أمي وأبوي وأسرتي فيني اللي حطوا، وبالإضافة طبعا الناس يحبوني كلهم، ما خيب الظن فيهم. أكيد في قصور نعم، لكن دائما نتمنى أنه نظهر بالصورة المناسبة اللي لا تعكس صورة أحمد الحراسي فقط، وإنما تعكس صورة الشاب العماني الطموح اللي يصر على تحقيق أحلامه. جميل أحمد، أنا أخاف الوقت يدركني وفي أسئلة كثيرة أنا مجهزينها لك. لا أقول من ضمن الأسئلة أحمد، أنت اللي يعني الحميمية اللي بيني وبينك تخليني أسألك أسئلة خاصة نوعا ما. حبيبي جميل، فكلمني أحمد استخدام الهاتف أنت كمكفوف، أنا قلت لك تحت الهواء أنا مستغرب، قلت لك سألني على الهواء زين، فكلمني بعض المشاهدين أحمد اليوم ما مدرك كيف ممكن الكفيف يتعامل بكل سهولة مع الهاتف، يرسل رسائل بالواتساب وغير ذلك. حدثنا تويتر فيسبوك حدثنا عن هذا الجانب. عملية عادية جدا، طبعا احنا ما بنسوي دعاية للشركة اللي نستخدم الهاتف طبعا، لكن التقنيات جالسة تتطور يوم بعد يوم، في برامج مختصة وهي برامج اللي تختص بالكفيف وهي الصوت.
فلما تجي شركة عالمية ما أعرف أذكر اسمها عادي مشيها كذا عشان لا عشان اللي يسابعونهم كفوري يقتنوا التقنية هذه جميل وبعدين يدفعوا لي نسبة مو مشكلة. طبعا شركة أبل لما مثلا تنتج هاتف بحجم الآيفون بمختلف إصداراته يفكروا الشيء الأساسي أنه كل ليس المبصر هو يستطيع استخدام الهاتف فقط وإنما هناك فئة وهي فئة مكوفين تبحث عن استخدام الهاتف النقال أيضا. الهاتف في برنامج صوتي طبعا مهيئ ربما أنه الكفيف بعد على فكرة هذه متعبة ها يمسكوا التليفون ويجلسوا يشوفوا كم المشاكل صارت بالحوادث وهم مركزين على التليفون وكذا فهذه عملية بسيطة جدا أنت تحط السماعة على أذنك وأنت تسمع الهاتف يعني يخبرك أو يعني يقرأ لك كل اللي على الشاشة ما يخلي شاردة واردة إلا يخبرك إياها. حتى موضوع أيضا الكليبات والصور وغيرها من الأمور أيضا الهاتف هذا ممكن يتفاعل معه. وعلى فكرة أيضا حتى على الحاسب الآلي سواء كان لابتوب أو ديسكتوب أيضا ممكن أنه هذا البرنامج يتعامل معها فعملية بسيطة. طبعا أنا بحكم عملي أيضا كوظيفتي كل شغلي على الحاسب الآلي فالحمد لله دائما في العمل خصوصا ما نتهم بأمور أخرى يعني خلى شوية نوع من الفكاهة يتهمونه بالسحر حتى. لأنه فعلا أنت كيف تشوف يعني مش معقول هالكلام يعني تخدعنا لا لا احنا ما نصدق فلما بعدين يقتنعوا فالحمد لله رب العالمين يعني قادرين نوصل الصوره كما هي وكما يجب. جميل احمد عرف بقى لنا 4 دقائق وعندنا مكالمه هاتفيه يلا ناخذها في دقيقه وبعدين نرجع لك ان شاء الله نسيب بعض يعني. مكالمه هاتفيه. السلام عليكم فارس. السلام عليكم فارس ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ بخير الحمد لله تمام. اخبارك فارس؟ الحمد لله بخير الحمد لله الله يسلمك. تفضل يا فارس. اول شيء انا قاعد يعني الحين اسمع بصراحه من بدايه البرنامج للان سيمفونيات ومقاطع موسيقيه وكاني قاعد استمتع لي يعني فعلا لسيمفونيه رائعه جدا الله يحفظك من هؤلاء المبدعين نصر واحمد وختامها مشك طبعا مع المبدع الرائع احمد الحرافي. الله يسلمك. فارس العوفي يعني فارس العوفي انا عارفه ترى اي فارس العوفي مذيع في برنامج الشباب وايضا مبدع لامانه. تفضل يا فارس الحين عرفت الصوت. لا عرفت المبدع وبحكم شويه يقولون مع احمد الحرافي عده سنوات وكذا يعني انسان رائع انسان عنده يعني الفكر الغريب والعجيب في طروحاته في يعني في جلوسه حتى في تعامله العادي الشخصي طلال يعني انسان رائع جدا يعني قررت تتكلم معاه تحس انه فعلا عنده طاقه داخليه كبيره ممكن حتى يوصلها اليك يعني هذا الطاقه. فارس مساء الخير فارس. انا زين اطلع واخلي احمد يتكلم مكاني هذا يعني الشيء الرائع فيه في احمد يعني صراحه. فارس مساء الخير. مساء النور. شو اخبارك؟ الحمد لله احمد صوتك محلو وش السالفه؟ محلو والله محلو وجودكم يعني يعطينا شحنه قاعد اقول لي طلال قبل شويه اقول يعطينا شحنه فعلا حبيبي تبقى. حبيبي فارس شكرا ايضا انت من الزملاء العزيزين اللي انا سعدت اني تعاونت معاهم وجمعتني فيهم ايام حلوه على اذاعه الشباب وباذن الله ايضا في تواصل مستمر والتحيه لك يا فارس. الله يسلمك. جميل احنا لضيق الوقت فارس نشكرك من القلب واشكر تواصلك معنا. لا بالعكس انا بس حابة اوصل كلمه وهذه وبصراحه اتمنى فعلا البرنامج يروح من الاعلى للاعلى طبعا ان شاء الله. ربي يحفظك. شكرا لك. شكرا طلال. شكرا جزيلا. حياك الله. طبعا احمد تعرف المخرج يقول الوقت خلاص انتهى فانا اقول لك قبل لا انتهي بس انا الاحظ ذكاء اجتماعي عالي عند احمد الحراسي. الله يسلمك. امس اتصل فيك تقول انه في المستشفى بعدين قلت انا في حفل بعدين قلت لي فانا نختم لقائنا فاقول لك شيء مبارك لك مقدما 10/6 زواجك ان شاء الله 27/6 ايوه جميل مبارك لك. الله يسلمك. اول شيء حقيقه طبعا الواقع الاجتماعي هو شيء عادي جدا واحنا نعيش فيه وعلى فكرة طبعا أنا تشرفت أني كنت رئيس وما زلت رئيس لي في مجموعة شبابية متطوعة من فئة الأسوياء. أعضائنا ربما يوصل 60 شخص وتحت إدارتي طبعا بس الكل متكامل. بس أنا أقول لمحمود عطينا 10 دقائق بدل الدقائق بس اللي خلاص عندنا أخبار العاشرة فأنا أحييك أحمد. الله يسلمك. استريح مكانك. لا لا لازم تفضل. هذه الهدية من برامجنا. الله يسلمك. أيضا نحيي الوالدة والوالد تحياتي لهم بعد أيضا لأنه لولا الله ثم وقفتهم أيضا ما حققت الشيء اللي أنا أريده وأطمح له فأقولهم شكرا من الأعماق على ما قدمتوه لي سواء أمي أبوي إخواني خواتي أيضا فشكرا لك أنت أبو الحسين. الله يحفظك. حبيبي حبيبي.
شكرا. الله يسلمك. أيها المشاهد الكريم، طبعا اليوم كانت حلقتنا بصر وبصيرة، البصيرة موجودة فأبدعوا هؤلاء الفرسان. مبدعنا الرائع، ننتظر المزيد منك لأنك مبدع بكل ما تحمل هذه كل معنى. في الختام أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.